أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. من موقع الهيئة نت: نتيجة أعراض إجهاد ما بعد الصدمة انتحار 44 عسكريا من قدامى المحاربين في العراق وأفغانستان. من صحيفة المدى: عادل عبد المهدي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوزراء، مجلس النواب يمرر الكابينة الحكومية غير مكتملة. من موقع كتابات: بعد فشل اجتماعه مع الكتل، العامري والمهندس يحاولان إقناع عبد المهدي بتغيير كابينته الوزارية. ومن موقع الجزيرة نت: روسيا مفاتحة على صيغة رباعية تستبعد إيران من الحل السوري. من صحيفة العرب الجديد: روسيا وإيران تجددان رفضهما قائمة ديمستورا للجنة الدستورية. وأخيرا من القدس العربي: اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان وولي العهد السعودي. أهلا بكم. الشبيح هو لقب أطلقه السوريون في السنوات الأخيرة على ذلك الشخص الذي يطلق النار على المتظاهرين من مكان خفي. بالنسبة للعراقيين فقد كان هناك فضائيون، أولئك الفضائيون لا يطلقون النار على أحد، وظيفتهم تختلف عن وظيفة الشبيح السوري، غير أن الفضائي والشبيح يتشابهان في أنهما لا يظهران على الملأ ولا يعرفان بوظيفتهما، فعلهما هي التي تشير إلى وجودهما. الفضائي هو اسم يقيم في سجل الرواتب، اسم لشخص ليس له وجود. حين أعلن حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي عام 2014 عن طرد 50,000 من الفضائيين من الخدمة، توقع الكثيرون أن الدولة العراقية ستصاب بالشلل. فالرقم كبير، غير أن الأمور كما يبدو سارت من غير منغصات، واستمرت الدولة من غير أن يحدث ذلك أثراً إيجابياً على ميزانيتها التي ظلت تعاني من العجز. توقف الفضائيون 50,000 عن استلام رواتبهم، لكن أحداً لم يسأل عن الوقت الذي قضوه وهم يتمتعون بتلك الرواتب، ومن هي الجهات التي قبضتها. لقد اكتفى العبادي بإعلانه من غير أن يتطرق إلى التفاصيل التي قد تحرجه وتحرج رفاق مسيرته النضالية. لا أحد في الحقيقة سأله. ما من أحد في العراق يعرف عدد الفضائيين الذين ما زالوا حتى اللحظة في الخدمة، كما أن عدد شبيحي سوريا مجهول حتى بالنسبة للدولة السورية. وبمناسبة إعلان الرئيس الجديد للبرلمان العراقي عن اكتشاف 300 فضائي كانوا ضمن جيش الحماية الخاص بسلفه، يمكنني القول إن إحصاءً جديداً للنفوس يمكن أن يصل بسكان العراق إلى أكثر من 60 مليوناً. ويضيف فاروق يوسف كاتب المقال أن هناك نظاماً غريباً في العراق يسمح بظهور الفضائيين في كل مفصل من مفاصل الدولة، وبالأخص في الأماكن الحساسة كالجيش والمخابرات وأجهزة الأمن ووزارتي المالية والنفط وشركات الحماية والسفارات وخدمات المنطقة الخضراء التي يقيم فيها سادة الحكم المعفيون من المساءلة. لقد هزم الجيش العراقي في الموصل لكثرة أعداد الفضائيين فيه، لم يكن أحد متأكدا من أن عدد أفراد ذلك الجيش الذي هرب من ساحة معركة لم تقع. اتركوا الفضائيين يعيشون في عالمهم الخفي الصامت، لا تزعجوهم ولا تزعجون بهم، ذلك ما اتفق عليه السياسيون في العراق. الوسط السياسي العراقي بمجمله ومعه واشنطن وطهران يدركون أن العراق على وشك انتقال مفصلي خلال الأعوام المقبلة أو ربما الشهور، وأن هذا الانتقال يخص جوهر العملية السياسية، وأن ما يتم العمل عليه اليوم سيحدد الكلفة التي سيتكبدها العراق في تحولاته الانتقالية الجديدة. ربما مستوى فهم طبيعة المرحلة متفاوت بين طرف وآخر وبين مجموعة سياسية أخرى. ونزعم أن شخصيات دينية وعددا من الوجوه السياسية والفكرية إضافة إلى عبد المهدي نفسه يفهمون بشكل أكثر عمقا نمط المتغيرات التي يجب أن تحدث اليوم، واليوم حتما
من دون تردد أو مماطلة أو تأجيل، ويرون أن العملية السياسية التي ولدت عام 2003 بتقاليدها وآلية عملها تنازع في هذه الأثناء، وأن الدولة التي بنيت على أساسها هشة لدرجة أن كل الأسوار العالية التي تشيدها القوى السياسية حول مربعاتها الأمنية الآمنة لن تكون أعلى من موجة التغيير المنتظرة، بحسب الكاتب مشرق عباس في صحيفة الحياة اللندنية. القيادات الإيرانية أكثر فهماً من الطبقات السياسية العراقية للضرورات والمتطلبات وإدارة التوازنات في المراحل الانتقالية، ولهذا قد يبدو مفاجئاً أن الجنرال قاسم سليماني المعني بالملف العراقي يضغط في هذه الأثناء لحظ القوى السياسية العراقية على التنازل بشأن رغباتها بالاستيلاء على وزارات الحكومة، وأن تلك الأحزاب حتى الأكثر قرباً من إيران تناور وتماطل وأحياناً تتمرد على عرابها. سليماني الآتي من بلاد تنتظر بدورها انتقالاً يراد له أن يكون آمناً، ولن يكون من دون انتقال عراقي آمن، لن تقنعه الإعلانات الدرامية عن تورط القنصلية الأمريكية في حرق قنصلية بلاده في البصرة، فمعادلته الوحيدة اليوم مفادها أن بلاده بدأت تدفع ثمن فشل رموز العملية السياسية في العراق الذين نالوا الدعم والرعاية الإيرانية، وأن العراقيين لأسباب عدة يحملون إيران مسؤولية الفشل في إنتاج تجربة حكم ناجحة. يضيف الكاتب: ما هو غير آمن بالنسبة إلى الجميع أن الدكاكين السياسية التي رعيت أمريكيا وإيرانيا في العراق أصبحت مصارف ومؤسسات مفاوية كبيرة، وباتت تتحكم بربع إنتاج الطاقة في العالم، وتستعين بمراكز بحوث وشبكات وعلاقات عامة ووسائل إعلام، وتداخلت مع شركات عملاقة لغسل الأموال وتبادل المصالح وتجارة السلاح والمخدرات والمشروبات الكحولية والسجائر، وهي مستعدة للانقلاب على سليماني وماكورغ معا إذا استدعت مصالحهما ذلك. ولهذا تحديدا يمكن تلمس مستوى الممانعة لخطط إنتاج حكومة عبد المهدي بما يضمن تغييرا جزئيا في معادلة التقاسم، والممانعون يدركون تماما أنهم يمهدون بذلك لحرب أهلية جديدة بأطراف ومحركات مختلفة لا تقل قسوة عن سابقتها. حزب الدعوة يعيش أزمة، هذا الأمر يعرفه جميع العراقيين إلا حزب الدعوة الذي يتمادى في الإنكار ويستسهل إلقاء المسؤولية على غيره ويعلق الفشل على شماعة تلو شماعة. حالة الإنكار التي يمارسها حزب الدعوة هذه الأيام هي ظاهرة ليست وليدة المرحلة الراهنة، ولكنها والحمد لله ترسخت منذ سنوات، حتى وجدنا مسؤولا مهمته متابعة ملفات الفساد يخرج علينا بكل صلاة فليقول: لا فساد حقيقيا في العراق، بل أشكال بسيطة من الرشوة في الدوائر الخدمية، عن فساد حزب الدعوة وفشله، كتب علي حسين في المدى العراقية. الحديث في رأيي صار من باب دراسة الأخطاء، ربما يعترف بها من ينتمي لهذا الحزب يوما، لكن الأهم أن يستفيد منها من تسلم السلطة اليوم ليدرك أن وجوده في جميع الأحوال ليس دائما. والآن بعد كل ما جرى من خراب يقول لنا حزب الدعوة إن حنان الفتلاوي أصلح لوزارة الصحة، وأن خلف عبد الصمد الأحق لمنصب وزير النفط، ولم يكذب الأخبار التي تقول إن الأمين العام للحزب السيد نور المالكي رشح أحد المقربين منه لوزارة التربية، وإنه وأعني المالكي لا يزال مصراً على منصب نائب رئيس الجمهورية. ينسى حزب الدعوة أن ما جرى خلال 15 سنة الماضية كان نتيجة حتمية لأفعال وأقوال أحزاب السلطة التي ارتكبت كل الجرائم بحق العراقيين، والتي لا ينفع معها أن يعيد لنا حزب الدعوة اليوم أخطاء الماضي ووجوه الخراب ويصر عليها. سيقول البعض حتما: لماذا تطلبون من المسؤول العراقي أن يكون مستقلا؟ أليس معظم رؤساء الدول الأوروبية ينتمون إلى أحزاب وينفذون سياسة أحزابهم؟ قد يكون الأمر صحيحا،
لو أن هذه الأحزاب الأوروبية تتعامل مع الدولة بمنطق حزب الدعوة في الاستحواذ على كل شيء. يطرح الكاتب سؤالاً ويجيب عليه، ماذا فعل حزب الدعوة؟ اتجه بقوة لاستعراضات الخطابية، فيما الفساد ينخر جسد مؤسسات الدولة وحجاج الدعوة وأقاربهم وعشائرهم نهبوا الأخضر واليابس بحسب الكاتب. بينما تشتكي منظمات سورية من تطورات لافتة تتعلق بتكثيف وجود القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها غربي نهر الفرات وفي مناطق البوكمال والميادين شرقي البلاد وقرب الحدود مع العراق، تبذل حكومة العراق وسعها باستجداء واشنطن لاستثنائها من العقوبات المفروضة على طهران وفق ما أكدته تقارير معنية بهذا الشأن، التي أشارت إلى أن الحكومة المقبلة لن تخرج عن هذا الإطار، لا سيما وأن رجالات طهران في العملية السياسية حافظوا على مواقعهم ونفوذهم وأحزابهم. مع قرب تطبيق العقوبات الأمريكية المزعومة على طهران التي ما تزال الولايات المتحدة تتعامل معها كورقة ضغط متعددة الأوجه دون تطبيق واقعي ملموس، تسعى حكومة العملية السياسية في بغداد باتجاهين لانتشال الاقتصاد الإيراني من الهوة التي يتجه نحوها جراء تورط نظام طهران بدعم الميليشيات في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن، وخوضه حروب طائفية في المنطقة في إطار تثبيت مشروعه فيها. الاتجاه الأول الذي لم تتردد حكومة بغداد في اتخاذه يتمثل بالتحول الكبير في قدرة الإنتاج النفطي العراقي وصعوده إلى مستويات قياسية دون أن يكون لهذه العقود أي أثر إيجابي في تحسين الواقع المعيشي للشعب العراقي، بل دون أن تلبي مطالب المتظاهرين ولا سيما أهل البصرة الذين يستخرج النفط من محافظتهم بغزارة ويسوق إلى حيث لا يعلمون أين توارى عائداته. كل المؤشرات التي تدعمها تقارير ميدانية وتؤكد عليها مصادر مطلعة تشير إلى أن ما يجنى من تصدير النفط العراقي يصب في مصلحة طهران، سواء من خلال التبادل التجاري المفرط أو إبرام العقود الوهمية. هناك سعي معلن نحو التحرر من أي التزام يفرض على حكومة بغداد المقبلة تطبيق العقوبات المزعومة، على الرغم من أن الواقع العملي يشير إلى أن واشنطن غير جادة في هذا الموضوع لاعتبارات سياسية واقتصادية تفرض نفسها بالتزامن مع تطور المشكلات في المنطقة. لا تزال إيران هي العصا الغليظة التي تلوح بها الولايات المتحدة بين شرق المنطقة وغربها لتروض بها الأنظمة وتتحكم باقتصاد دولها، وكل ما يقال عن مساق تطبيق العقوبات على طهران ليس سوى مناورات مرحلية وجرعات تخديرية آنية هدفها تحويل مجرى السياسات باتجاهات أمريكية محضة. لماذا أقدمت إسرائيل الآن على سن قانون القومية العنصرية الذي يتيح لها فتح أبوابها لكل يهودي أو يهودية بوصفها دولة لكل يهود العالم، ومنحتهم حق تقرير المصير القومي في أن يفعلوا ذلك تاليا، ومنعت هذا الحق عن مواطنيها من الفلسطينيين في أرضهم أو في أرضهم سكان البلاد الأصليين؟ هل هو مخرج من مأزق أو فشل حل الدولتين، أم خطوة استباقية تقطع الطريق على أي طروحات قد تطالب باللجوء إلى حل الدولة الواحدة ثنائية القومية؟ أسئلة كثيرة طرحتها الكاتبة سامية عيسى في مقال لها بصحيفة العربي الجديد. عملياً يهدد هذا القانون أيضاً نصف المجتمع الإسرائيلي العلماني وليس الفلسطينيين وحدهم، ويدرك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكذلك الأحزاب اليمينية المتطرفة ومراكز الدراسات والأبحاث الإسرائيلية أن إسرائيل ستصطدم عاجلاً أم آجلاً بواقع ساهمت إسرائيل في إحداث وقائعه على الأرض، ويدرك نتنياهو وهؤلاء أن هذا الواقع لن يثني الفلسطينيين عن الكفاح من أجل حقوقهم، بل ربما يتوقعون أن تفاجئهم الأجيال الفلسطينية الصاعدة ونخبها المتميزة المنتشرة في العالم وفي أكثر الدول تقدماً بأساليب نضالية إبداعية أكثر تصميماً وأشد إيلاماً للكيان الصهيوني المريض.
يستدل من ذلك على عزم الشبان الفلسطينيين المتواصل ومن الشجاعة والإقدام اللذين يظهرونهما لإبقاء جذوة نضالهم مشتعلة مهما كانت التحولات التي تحيط بهم ومهما تاهت البوصلة أو طال أمد الصراع، وما يعرفه الإسرائيليون عموماً ويدركونه جيداً على مدى سنوات الصراع الطويلة، وما يدركه العالم أيضاً هو أن الشعب الفلسطيني لا يخاف، بل هو عصي على الخوف، وعدم الخوف هذا يخيف السياسة الإسرائيليين على اختلاف مشاربهم. حتى لو ظن نتنياهو ومن معه أن هذا القانون سيكسبه مزيداً من الوقت ريثما يحكم السيطرة، فليس هنالك ما يضمن أن الوقت سيعمل لصالحه في محاولته كسب الوقت، وعلى الرغم من كل هذا الخراب العربي بحسب الكاتبة. قمة اسطنبول التي ستضم زعماء تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا ستعزز موقف أنقرة وحضورها في شمال سوريا، وسترسخ اتفاق سوتشي الذي عقد منتصف الشهر الماضي بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، وجنب منطقة إدلب حربا كان النظام السوري وحلفائه يستعدون لها، لن يخرج الحل السياسي لأزمة سورية من هذا اللقاء السبت المقبل، ولن تكون موسكو قادرة على إقناع أوروبا بالمساهمة في إعادة أعمار بلاد الشام في غياب التسوية السياسية، وللرئيس إيمانويل ماكرون والمستشارة أنجيلا ميركل سيكونان قادرين على دفع سيد الكرملين إلى تغيير موقفه أو مشروعه الخاص في هذا البلد، وذلك بحسب مقال للكاتب جورج سمعان نشره موقع عربي 21. القمة الرباعية لم تعد منذ شهرين وأكثر حاجة للرئيس بوتين، فهو إذا كان يخفي في جعبته أوراقا تتعلق بمستقبل النظام والميليشيات خصوصا الموالية لإيران، فإنه لن يقايض عليها زعماء أوروبا. يفضل بالتأكيد أن تكون جزءا من صفقة مع الرئيس دونالد ترامب، والصفقة بعيدة الآن بعدما عادت إدارة الأخير إلى استراتيجية جديدة حيال سوريا عنوانها البقاء في شرق هذا البلد حتى إنهاء آخر جيوب داعش وقيام التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وخروج إيران وميليشياتها، وهي تبحث اليوم في أنجع الوسائل لمحاصرة نفوذ طهران. لذلك كان الرد السريع من زعيم الكرملين قبل أيام أن انسحاب إيران من سوريا ليس مشكلة روسيا، هو قضية يجب حلها بين إيران وسوريا وإيران والولايات المتحدة. بات واضحا أن الرئيس بوتين لن يتخلى عن الورقة الإيرانية. لم تعد موسكو مهتمة بالعمل على إخراج قوات الحرس الثوري وميليشياته، بل هي لم تكن يوما جادة في هذا الهدف. في هذه الأثناء لم يبقى أمام المعارضة أو المعارضات السورية سوى الجلوس والانتظار وتقطيع الوقت بمواصلة الحديث عن خلافاتهم، فيما ترتفع وتيرة الخسائر إلى حد لم يبقى شيء في أيدي أي من الفصائل السياسية والعسكرية بحسب الكاتب. كشفت وكالة ناسا مؤخرا عن صورة لافتة للنظر التقطها باحثون من طائرة الأسبوع الماضي لجبل جليدي مستطيل بشكل غريب، وكأنه قطع بمنشار يعم في جزء من المحيط المتجمد الجنوبي قبالة القارة القطبية الجنوبية. وكانت حواف الجبل الجليدي مدببة بشكل منتظم لم تخربها أمواج المحيط. وقالت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ناسا إن زواياه الحادة وسطحه المستوي يشيران إلى أنه انفصل حديثا عن جرف جليدي وفقا لموقع بي بي سي.
يذكر أن الكتلة الجليدية الغريبة فصلت عن الجرف الجليدي لارسن سي، ومن الصعب رؤية ضخامتها في الصورة، إلا أنها مثل كل الجبال الجليدية تمتد عميقا داخل الماء، ولا يشكل جزوها المائي أو جزءها المائي على السطح سوى القليل من كتلتها، إذ يبلغ 10% فقط من حالة هذا الجبل. والآن إلى الكاريكاتير. في الختام أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.